الراجل ده جاب المضرب اللي هو السوستة ده وحط القهوة وعمل رغوة حرفيا في أقل من 5 ثواني أو 10 ثواني، وبيقول إن دي أحسن حاجة وأحسن كان من مضرب أيكيا وأحسن كان من أي مضرب وسهلة جدا في الاستخدام. فجبت المضرب لقيته في العتبة ب 35 جنيه، في كمان أصغر كمان منه تقريبا كان ب 25 جنيه حاجة زي كده. فهو سوستة وقلت فيها إيه نجيبه عشان الأيس كوفي وكده. فتعالوا من غير رغي كتير نجربه بسرعة، نجيب البتاع اللي هنعمل فيها المضرب ده عشان يعني يدخل فيها ونقدر نلف براحتنا، ونجيب كيس نسكافيه بجنيه نفتح النسكافيه. وانا بحاول كده اعملها كده يا زميلي، بروح كده انستجرام اعمل كده فولو، لان احنا بنعمل هنا تحدي ال70 يوم، بنروح الجيم دلوقتي علشان نظبط جسمنا في 70 يوم، وفي ناس كتيره جدا جدا ورايا وبنعمل كل يوم كده اكتيف كده جديده عشان نغير من جسمنا وكده يعني. فاروح اعمل فولو كده هناك عشان بنقدم هناك عظمه يعني. والتيك توك بالمره يا زميلي. طيب نجيب، بصوا مش حبه ميه هو حط يعني، ها ها بس كده دول كده الحبه بس اللي احنا هنحطهم. نجيب بقى المضرب ونشوف كده. الو الو ده ما بتضربش. ماشي نحط شويه ميه كمان يعني. بص ها ها بس كده، شوف بقى كده بسم الله. الو يا صاحبي ما فيش خالص، ده ما بيضربش. طب ممكن يكون عشان ما حطيتش سكر، وادي جبنا السكر ملكش حجه بقى. حط شويه سكر كتار قوي كده، حط كده شويه سكر نشوف. بسم الله، واه بيلف يا جدعان. بصوا بدا يعمل رغوه شويه يعني، بدات الرغوه تجمد اهي، بقت شكلها جامد قوي قوي. بس انا عايز يا باشا ان انا اقلب كده يا باشا الرغوه ما تنزلش زي ما هو كان بيعمل بالظبط. دي كده الرغوه اللي احنا طلعناها سميكه شويه، ولكن حاسه لو قلبت لا هتقع. بس مش عارف يعني هل ازود شويه ولا اعمل ايه. فانا هزود كده شويه، مع ان هو ما عادش كل ده في الفيديو، مش عارف ليه انا ليه قعدت معاك مش كتير قوي يعني، ولكن ما طلعتش بالسمك اللي هو عمله ده يعني. تمام وانا كده ايه راضي يعني عن دول يعني، بس يعني هما مش بالسمك اللي زي الفيديو. انا مش عارف بصراحه ليه ما عملتش معايا، ولكن تعالوا بقى نعمل ايس كوفي. نجيب الكوبايه بتاعتنا والتلج بتاعنا، حطينا التلج جه بتاعنا، نحط بقى شويه لبن. تمام حطينا كده اللبن ونصب بقى ده عليه. يا واله يا واله يا واله، شايفين؟ لا ده في حبه، ده في حبه كتار، ده مش هسيبه. جامده قوي قوي قوي، بصوا الشكل بقى عامل ازاي. اللبن اتفصل عن القهوه، شكلها رايق قوي قوي. هي تنفع كقهوه، وفي ناس كمان بتقول كمان ان هي كمان تنفع كبيض والكلام ده. انا شايف ان هي كقهوه قدت اللي عليها. ازاي الراجل بالظبط زي لما قلب كده الكوبايه فما نزلتش؟ انا مش عارف ليه بصراحه يعني، هو عشان نزود البن ولا عشان قلل الميه ولا ايه؟ مش عارف. ولا هل دي اصلا يعني البتاع اللي انا كنت عامل بيها مش نافع اصلا، عايزه حاجه يعني اكبر او اوسع؟ مش عارف، ولكن هسيب لكم انتوا بقى تحت في الكومنت تقولوا لي هل دي دافي بالغرض، ولا المضرب بتاع ايكيا اللي هو احنا عملنا عليه فيديو قبل كده، ولا المضرب العادي من 15 جنيه. ولو انت حابب نعمل فيديو مقارنه ما بين الثلاثه اكتب لها تحت في الكومنت. وعايزين نوصل الفيديو ده، اول مره اطلب منكم طلب اهو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك. وصلت الفيديو ل 2000 لايك على طول يا باشا هتلاقيني بنزل يا باشا الفيديو اللي بعديه، اللي هو الفرق ما بين المضرب ده والمضرب بتاع ايكيا والمضرب اللي هو العادي خالص ومن 15 جنيه. ولكن كدي رايقه قوي قوي بصراحة. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل 100 ألف في أقرب وقت. بس كده كالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.